توجه المؤسسات الجزائرية للاستثمار في إفريقيا، خطوة شرعت فيها بعض المؤسسات الوطنية للاستفادة من المزايا التي تتيحها القارة السمراء لمختلف المستثمرين، لا سيما الذين يسعون لتحقيق أرباح على المدى الطويل. كنا انجزنا مشاريع كبيره في الجزائر، هذه خلاتنا حنايا نكسب هذه الخبره. الان الحق الوقت باش نروحوا نستغل هذه الخبره ونخرجوا من الجزائر ونروحوا نستغلوها ونعملوا ونشتغلوا في افريقيا مثلا. المجهودات اللي قامت بها الدوله مجهودات ايجابيه جدا، عمل دبلوماسي باتجاه افريقيا. احنا نظن المستثمرين اليوم الجزائري لازم شجاعه، لازم مغامره. كي نقول مغامره مدروسه، ماشي نستنى برك واش توفر لي الدوله والسلطات. المحاولات الجادة لاقتحام المؤسسات الجزائرية للسوق الإفريقية تبقى غير كافية في نظر العديد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة تحت شعار إفريقيا المستقبل. المستثمر الجزائري يجب يكون عندنا تسهيلات في الجزائر باش يكون عندنا مينيموم مليون شركة صناعية في الجزائر ياخذوا الخبرة، ومن بعد اون فوا يزاكي ليكسبيريونس اسمو مولا ينجمو يديروا ترانسفير ولا ديلوكاليزاسيون دان سان بي افريكان سي باسكو كاين بوتونسييل كبير. عندنا استعداد لهذا الاستثمار داخل خارج الوطن، ولكننا ننتظر في قانون الاستثمار الجديد الذي وما سيحمله من طبعا المرافقة، ما نستطيعوش، لازم نمشوا وفق قوانين الدولة الجزائرية. إفريقيا قارة تشهد نموا ديموغرافيا متسارعا يستدعي إنشاء مصانع جديدة واستثمارات تلبي حاجيات السوق، لا سيما من المنتجات الاستهلاكية، وهي فرصة أمام المتعاملين الاقتصاديين لولوج سوق واعدة وفي مرحلة نمو متسارعة.